مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. موقف الحريري حرك ملف الحكومة وترقب لحصيلة المشاورات التي سيجريها. التيار ينتظر، الثنائي مهتم بالمضمون، الاشتراكي إيجابي والقوات سلبية. رعب وقف الدعم، المواقف السياسية لا تسمن ولا تغني عن جوع. إسرائيل تسيس وفد الترسيم، أما لبنان فمع مفاوضات تقنية ونقطع السطر. تحرك أمام مقر الطشناق في هذه الأثناء تضامناً مع أرمينيا. الثامنة إلى ربعاً بتوقيت بيروت، أهلاً بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضاً عبر الموقع otv.com.lb وإذاعة صوت المدى. القطع الداخلية والخارجية للبازل اللبناني باتت متوفرة، وكذلك الرسم النهائي، ولكن من يجمع الأجزاء وكيف ستجمع؟ فعلى الصعيد الخارجي المبادرة الفرنسية مستمرة وفق ما يؤكد المعنيون، أما مفاوضات الترسيم التي تنطلق في 14 من تشرين الأول الحالي فثمة من يرى فيها مؤشرا أمريكيا إيجابيا نوعا ما تجاه الوضع اللبناني. على الصعيد الداخلي موعد الاستشارات الملزمة حدد الخميس المقبل بقرار من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، ما وضع الجميع أمام مسؤولياتهم وحثهم على التحرك. وبعد اعتذار مصطفى أديب واستبعاد خيار نجيب ميقاتي صاحب طرح الحكومة التكنوسياسية المؤلفة من 14 وزيرا اختصاصيا وستة وزراء سياسيين، تقدم سعد الحريري أمس المشهد الحكومي بإعلان استعداده لتولي المسؤولية وتشكيل حكومة مهمة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية لتؤدي قسطها إلى العلا خلال ستة أشهر. هذا إذا اطمأن رئيس تيار المستقبل إلى التزام الأفرقاء السياسيين مضمون المبادرة الفرنسية، سواء لناحية الإصلاحات المطلوبة أو تشكيل حكومة اختصاصيين بناء على جولة مشاورات قد يتولاها شخصياً. وبناء عليه حبس أنفاس سياسي فرض نفسه على المستوى المحلي، فلولا بيان القوات اللبنانية عالي السقف تجاه الحريري وموقف رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات شارل جبور عبر الأو تي في الذي صب في الإطار عينه، لأمكن القول أن المواقف المباشرة من طرح الحريري المتقدم سجلت غيابا شبه تام. فثنائي حزب الله حركة أمل الذي وعد الحريري سابقا بلبن العصفور مهتم بالمضمون أكثر من الشكل، أما التيار الوطني الحر فينتظر متمسكا بحكومة منتجة وفاعلة وقادرة على تطبيق الإصلاح. وفيما الاشتراكي إيجابي، يترقب المتابعون عودة الحرارة إلى خطوط التواصل بينه وبين المستقبل بعد التعليق العاصف للحريري أمس على الاتصال العاصف قبل مدة بينه وبين وليد جنبلاط. من سيجمع أجزاء البازل وكيف ستجمع؟ الأيام المقبلة كفيلة بالجواب، فيما اللبنانيون يأملون ببداية حل قريب يقيهم شر رفع الدعم وسواه من الشرارات التي تنذر بنار جهنم. 25 سنة وأجيالنا عم بتعمر قلوب، عم نجبر خواطر، ندق أبواب ونفوت عبيوت، نسمع الحكاية ونرسم بداية أمل، نشبك إيد الخير بالإيد اللي عم بتفتش على خير. بس هلأ لوين بدنا نفوت؟ عبيوت حيطانا ما بقى موجودة تخبر، عقلوب مليانة وجع وتعب تتعبر. رح نرجع نعمر الحيطان المكسورة، نضوي شبابيك الأمل ونرسم حب سوا. رح نكتب قصة بيروت، حكاية بالقلب محفورة. بعد حسم عدم ترشحه وحسم عدم ترأسه حكومة في عهد الرئيس عون، الحريري يتراجع، أنا مرشح طبيعي حكما. فما الذي تغير خلال أسبوعين ليتحول الرجل من ملتزم بالمبادرة الفرنسية إلى مرشحها لرئاسة حكومة المهمة؟ تقرير نانسي صعب.
يعلن الحريري أنه مرشح حكمي وطبيعي لرئاسة الحكومة، فلا شك أنه بذلك أوجد واقعاً جديداً وحرك الركود السياسي وفق ما تقرأ مصادر متابعة للملف الحكومي. وتضيف أنه للمرة الأولى يتظاهر الشعور بأن الرجل الذي لم يكن راغباً أو عاجزاً عن تولي رئاسة الحكومة يطرح نفسه اليوم كحل لرجل إنقاذ على رأس حكومة مهمة الإنقاذ. فالرجل الذي صدر بيان عن مكتبه الإعلامي بعد اعتذار مصطفى أديب يقول فيه أنه غير مرشح لرئاسة الحكومة صار اليوم مرشحا حكما. قطع الحريري الشك باليقين تقول المصادر، وقطع الطريق على أي من أعضاء ما يعرف بنادي رؤساء الحكومات السابقين، بمعنى أن المطروح إما أن يكون الحريري أو شخصية أخرى خارج النادي. فما الذي تبدل في أسبوعين؟ تشير المصادر المتابعة إلى أن انعطافة الحريري تدل إلى تراخ إقليمي في مكان ما وتوافق دولي في مكان ما، ما يعني أن شيئا ما حصل خارج التركيبة المحلية وضوءا أخضر من مكان ما مكنه من الخروج باللوك السياسي الأخير، وإن كانت ترى أن الفرنسيين إلى الآن يراقبون ويرصدون على أمل نجاح الحريري بتشكيل حكومة المهمة. وتضيف أن توقيت المقابلة لافت، ما يؤشر إلى شيء مطلوب من الحريري أن يقوله وشيء يريده أن يقوله ورسائل يريد إيصالها. قدم الحريري نفسه مرشح المبادرة الفرنسية لرئاسة الحكومة، وعليه تنتظر المصادر المطلعة نتيجة هذه المشاورات التي سيقوم بها الرجل مع الكتل النيابية على ما التزم به خلال إطلالته التلفزيونية. تستبق المصادر المطلعة مشاورات الحريري لتحسم أن النتيجة الأولية التي سيخرج بها لن تعدو كونها تأكيد التزام كل الأفرقاء بالمبادرة الفرنسية، وتسأل هل يكون الأمر كافياً بالنسبة للرجل، وكيف سيكون موقف ثنائي أمل حزب الله بعد المواجهة معه إبان محاولة تشكيل حكومة أديب حول وزارة المال وتسمية الوزراء الشيعة قبل التراجع الحريري. وتسأل أيضاً كيف سيكون الموقف تجاه التيار الوطني الحر بعد كسر جليد أولي أتى في إطار الاطمئنان على صحة النائب جبران باسيل بعد إصابته بكورونا. وهنا تحديداً تقول مصادر الأو تي في أن هذا الأمر يندرج في إطار العلاقات الإنسانية تماماً كما حصل يوم استنفر باسيل لإنقاذ الحريري من احتجازه من السعودية. في كل الأحوال تؤكد المصادر عينها أن الاستشارات الملزمة قائمة في موعدها الخميس المقبل في 15 تشرين الأول، وأن أمام الكتل 7 أيام للقيام بعملها والاتفاق للوصول إلى الاستشارات. وتجزم مصادر الأو تي في أن الرئيس عون الذي سيكون بمنأى عن إبداء الرأي حتى موعد الاستشارات الملزمة سيلتزم بنتيجة الاستشارات أيا كانت، وسيكلف من تسميه أكثرية النواب. وتلفت المصادر إلى أن طروحات الحريري لناحية ترأس حكومة اختصاصيين أو لناحية حجم الحكومة تبقى كلها خاضعة للتفاوض، ولذلك كل الأنظار تتجه إلى بيت الوسط. فما الذي سيخرج بين نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل؟ كيف قرأ الأفرقاء إعلان سعد الحريري أنه مرشح لرئاسة الحكومة؟ وإلى ماذا أفضت اتصالات الساعات الأخيرة حكومياً؟ كل التفاصيل مع الزميلة غريس مخايل. بعد كلام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كيف سيتلقى في الأطراف المبادرة القائمة على قاعدة أنه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة وسيقوم بسلسلة اتصالات للتأكد إن كانوا لا يزالون يؤيدون المبادرة الفرنسية، وأيضا حين قال إن شروطه لا تزال على حالها منذ خرج من الحكومة وهو يريد أن يترأس حكومة اختصاصيين، لكن هذه المرة بمهمة تنتهي خلال 6 أشهر، ويوافق على إسناد وزارة المال إلى الشيعي على أن لا يقدم أي التزام بأن تكون هذه الحقيبة من حصتهم إلى الأبد. في هذا الوقت أشارت معلومات خاصة للأو تي في إلى أن التيار الوطني الحر يتريث قبل التعليق على كلام الحريري الأخير في انتظار ما سيطرح خلال الساعات 72 التي أعلن عنها. هذا مع تجديد التيار على موقفه الثابت لناحية التمسك بالمبادرة الفرنسية ووجوب تشكيل حكومة فاعلة ومنتجة تكون قادرة على تطبيق برنامج الإصلاحات. القوات ردت على كلام الحريري ببيان صدر عن دائرتها الإعلامية وأكدت أن المحطات التي تعطل فيها عمل الحكومة لم تكن مرتبطة بالخلافات السياسية بين التيار الوطني الحر والقوات كما حاول أن يوحي الحريري، واعتبر البيان أن تمسك الثنائي الشيعي بتكليف الحريري حصرا يستدعي منه أن يسأل نفسه عن خلفية هذا التمسك. وهنا أكدت مصادر القوات للأو تي في أن القرار النهائي في مسألة التسمية يعود إلى تكتل الجمهورية القوية، لكن تأسيسا على التجربتين السابقتين لحية دياب وأديب من الواضح أن التكتل متمسك بأولوية التأليف على التكليف وتشكيل حكومة مستقلة تماما عن القوى السياسية من رئيسها إلى كامل أعضائها.
وعن موقف الاشتراكي قال النائب بلال عبد الله للاو تي في ان عدم تسميتنا للحريري بالاستشارات السابقه لم يكن بسبب عدم تقديرنا لموقعه التمثيلي او لموقفه، بل رغبه منا باعطاء فرصه نجاح للمبادره الفرنسيه، مع الاشاره الى ان تجربتنا المشتركه لاخر حكومتين تراسهما الحريري لم تكن بالمستوى المطلوب من التنسيق والتوافق، لانه كان وقتها يعمل ضمن اتفاق ثنائي مع باسيل. وقال عبد الله ايضا ان رمي الكره في ملعب الحزب الاشتراكي أو غيره لم يكن موفقا. وعن الحل الذي قدمه الحريري قال عبد الله إن الاشتراكي كان ولا يزال يفضل إعادة إحياء المبادرة الفرنسية في ظل الانكماش الإقليمي في انتظار التسويات، والمقصود بذلك انعدام التسهيل الأمريكي أو الإيراني للحل في لبنان، وإذا كان الحريري أو من يسميه هو من يستطيع تنفيذ المبادرة فليكن. مصادر مقربة من الثنائي الشيعي أكدت من جهتها للأو تي في أنه لا يبنى على كلام الحريري، ومن المفترض أن يبدأ باتصالاته، وحين يتواصل معنا سنرى ماذا سيقول وماذا سيقدم. فإذا كانت مقاربته لتشكيل الحكومة قد تغيرت، قد يكون هناك شيء من الإيجابية. أما إذا كان لا يزال على المقاربة القديمة القائمة على أنه يطرح نفسه فقط، فهذا لا يبدل شيئا. أما النائب علي خريس فأكد للأو تي في أن كلام الحريري فيه هجوم على الجميع ومهادنة للجميع في آن معا، لذلك الأيام القليلة المقبلة مفترض أن تشهد الكثير من المشاورات على الأقل للاتفاق على من سيكلف تشكيل الحكومة، وكتلة التنمية والتحرير ستجتمع أوائل الأسبوع المقبل للاتفاق على تسمية الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة، ومن الممكن أن يكون الحريري أو غيره. مصادر تيار المستقبل قالت بدورها عبر الأو تي في أن الرئيس الحريري ينتظر أجوبة من الأفرقاء السياسيين المعنيين ليبني على شيء مقتضاه، والتواصل سيبدأ في الأسبوع الطالع وسيشمل الكتل التي كانت ممثلة على طاولة قصر الصنوبر. وأضافت المصادر أنها تأمل خيرا، وأن تحريك المياه الراكدة على صعيد الاتصالات والمشاورات بين الكتل هو أمر جيد، أما شكل المشاورات فلم يحدد بعد، ومن الممكن جدا أن يتولاها الحريري شخصيا. وهنا أضافت مصادر في تيار المستقبل عبر الأو تي في أن جوهر كلام الرئيس الحريري أنه أعاد تحريك المبادرة الفرنسية، وهو يعتبرها الفرصة الوحيدة لوقف الانهيار وإعادة أعمار بيروت، والمهم في كلامه هو دعوة الجميع إلى العودة إلى الآلية السياسية التي تم التوافق عليها في قصر الصنوبر. وتعليقا على كلام الحريري، أكد النائب سيزار أبي خليل عضو تكتل لبنان القوي في حديث عبر الأو تي في أن التيار الوطني الحر في انتظار ما سيطرح في الساعات 72 المقبلة، وقال قناعتنا نخلص البلد، ومن يريد العمل مع هذا التوجه فأهلا وسهلا به، وليس لدينا عداوة مبدئية مع أحد من اللبنانيين. في فترة مشاورات وفي حرص من الجميع على انجاح هيدي المرحله ونقدر نطلع فيها بحكومه. لا راح احكي عن مين رئيس حكومه ولا مين الوزراء، ولا قلنا نحن موقفنا واضح شو هو الحكومه اللي قد المرحله، يعني بده يكون عندهم الخبره كمان، مش بس اختصاصيين بالملف او بالقطاع. مين بيسمي هؤلاء الاختصاصيين؟ رجعنا لذات الدوامه. بالنهايه في مجلس نواب بده يعطي ثقته. المبادرة الفرنسية واضحة، الحكومة يلي بدها تجي بده يكونوا داعمين الأفرقاء السياسيين، داعمين بالثقة اللي بدهم يعطوها إياها، وداعمين بتمرير القوانين الإصلاحية اللازمة في مجلس النواب. إيه نحن حقنا الطبيعي، كيف امبارح قال الرئيس الحريري أنا حقي الطبيعي لأنه منتخب وعنده كتلة، ونحن حقنا الطبيعي لأن عندنا كتلة أكبر. نقطعي لي اياها بقى كيف بقى. المهم نحن رحنا بالتسهيل لحد الغاء الذات بهيدا الموضوع، بس همنا نخلص البلد، واذا في حدا حريص نحن حريصين اكثر منه. خلينا نشوف الافرقاء السياسيين مدى التزامهم بالبرنامج الاصلاحي، الافرقاء السياسيين مدى التزامهم وجديتهم بعمل جدي تنقدر نوقف الانهيار. من جهتها حسمت القوات اللبنانية توجهها لناحية عدم تسمية الحريري لرئاسة الحكومة العتيدة، كما كشف رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات شارل جبور للأو تي في. المسألة المتعلقة بموضوع التكليف لا يمكن أن تكون حكومة مستقلة وأن يكون رئيسها غير مستقل وغير متخصص، ولذلك أي
حكومة من أجل أن نكون مسجمين مع أنفسنا. يعني أي حكومة يجب أن تكون، نحن نطالب بحكومة مستقلة، هذه الحكومة يجب أن تكون من رأسها إلى كافة أعضائها. خلاص يعني مش رايحين لتسمية الحريري، هذه الجملة بتكفي، لا يمكن أن تكون مستقلة ورئيسة غير مستقل. 100% صحيح. ما راح تسموا سعد الحريري، مين راح تسموا؟ ما بتسموا حدا؟ إما يكون هنالك تسمية فقط لتسجيل موقف سياسي كما حصل في المرة السابقة، وأما أكيد تكتل الجمهورية القوية فلا تسمي أحد. طبعا هذا الشيء يرجع للتكتل الاجتماعي الذي يعيده. بين 17 تشرين الأول 2019 و 8 تشرين الأول 2020 عام حريري بامتياز، استقالة فهروب من المسؤولية، فانكفاء عن المشاركة في الإنقاذ فالتزام بمبادرة فرنسا، عام رفض فيه الحريري العودة على رأس الحكومة ورفع سقفه السياسي، استقال نزولا عند رغبة الشارع، فإلى أي شارع يعود اليوم؟ تقرير نانسي صعب. أنا طالع على قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومة تجاوباً مع إرادة كثير من اللبنانيين. هكذا ترك الحريري المسؤولية في 27 تشرين الأول 2017 بعد 12 يوماً على اندلاع حراك 17 تشرين، بعدما كان قرأ ورقة حكومته الأخيرة الإصلاحية والتزم تنفيذها، لكن ما حصل مع الرجل يومها يبقى غير واضح إقليمياً ودولياً، بعدما كان التمسك ببقائه من الأكثرية النيابية في الظرف الدقيق من حياة الوطن. قفز الحريري فوق المصلحة الوطنية واستقال، ودخلت البلاد في تضخم مالي وانهيار نقدي وتدهور اقتصادي. لم يكتفي الحريري بغسل يديه منه، بل حمل مسؤوليته إلى العهد وجبران باسيل بشكل خاص طيلة أشهر، وبالموازاة كانت البلاد تستعد لحكومة جديدة. نفس الاتهامات سيقت يومها ضد الرئيس عون بتخطي الدستور والصلاحيات الدستورية، وهو الذي تمهل في الدعوة إلى استشارات ملزمة إفساحا في المجال لاتفاق سياسي وصولا إلى تكليف يضمن التأليف. على الطريق رحلة حرق أسماء كثيرة خاضها الحريري، حتى اقترب اسم سمير الخطيب من التكليف قبل حرقه وإعلان الخطيب بنفسه خروجه من حلقة الأسماء، لعبة واجهتها الأكثرية النيابية بالذهاب إلى خيار حسان دياب. هذه الأصوات يجب أن تبقى جرس إنذار بأن اللبنانيين لن يسمحوا بعد اليوم بالعودة إلى ما قبل 17 تشرين الأول. حكومة أكثرية لم يأخذ فيها حسان دياب غطاء المرجعية الدينية السنية، كما منعته عنها كتلة المستقبل. الحرب الداخلية على حكومة دياب قابلها إغلاق أبواب دولية وعربية في وجهها على ما صرح الرجل أكثر من مرة. وبعدما نجح ثنائي القوات الاشتراكي بالضغط باتجاه استقالة الحريري قبل عام، فشل جعجع في إقناعه بالاستقالة من المجلس النيابي بعد استقالة حسان دياب، وإن كان الحريري ونواب كتلته قد أبوا قبل تكليف دياب كما بعد استقالته على التصويب على العهد وتكتل لبنان القوي بموازاة التصويب على حزب الله والسلاح، لبل كان التأكيد الدائم أن الحريري الابن لن يكون رئيس حكومة في عهد الرئيس عون، وتكرر التأكيد فور اعتذار أديب أيضا. الحريري لن يكون رئيس حكومة في هذا العهد. بعد اعتذار أديب صدر بيان عن مكتب الحريري في 22 أيلول يؤكد أن الأخير ملتزم بالمبادرة الفرنسية لكنه غير مرشح لترأس الحكومة. فجأة وبعد أسبوعين صار الرجل بتأكيده الشخصي مرشحا طبيعيا حكما لرئاسة الحكومة في كل مرحلة. قبل عام استقال الحريري لأنه سمع صوت الشارع كما قال، فما الذي تبدل؟ فلا الحريري هو قائد الثورة ولا الشارع تغير. لماذا بات الحريري مستعداً لترأس حكومة في عهد الرئيس عون بعدما رفع سقف مهاجمته، خصوصاً أن تحييد رئيس الجمهورية كان واضحاً خلال إطلالته الأخيرة؟ كيف يقرأ موقف الحريري بعد إعلان اتفاق الإطار لمفاوضات ترسيم الحدود جنوباً؟ وهل من ربط؟ وهل يعني ذلك أن أفق تسوية خارجية ما بدأ يلوح في الأفق؟ أسئلة لا يملك أجوبتها إلا القادم من الأيام. على صعيد آخر، في 14 تشرين الأول أي بعد أيام تنطلق جولة المفاوضات الأولى لترسيم الحدود، فكيف تبدو صورة الوفد اللبناني بعد إعلان الجانب الإسرائيلي عن أعضاء وفده مضمنا مستشار نتنياهو ورئيس المنظومة السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وصف تمسك لبنان بمفاوضات تقنية بحتة ونقطة على السطر؟ تقرير أيضا للزميلة نانسي صعب.
على بعد أقل من أسبوع من بدء مفاوضات ترسيم الحدود، كشف الجانب الإسرائيلي بالأمس عن أعضاء وفده المفاوض، والذي جاء لافتا لناحية ضمه بين أعضائه الستة إلى المدير العام لوزارة الطاقة، كلا من المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رؤوف عازر ورئيس المنظومة السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية. لبنانيا، وضعت اللمسات الأولية على الخلية الأساسية للوفد المفاوض، والتي تضم وفق معلومات الأو تي في كلا من العميد الركن الطيار بسام ياسين، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، دكتور نجيب مسيحي خبيرا، المهندس وسام شباط وهو عضو هيئة إدارة قطاع النفط، بالإضافة إلى السفير هادي هاشم ممثلا لوزارة الخارجية اللبنانية وهو المطلع على الملف الحدودي بأدق التفاصيل. معلومات الأو تي في تشير إلى أن صورة الوفد اللبناني بشكلها النهائي يفترض أن تتضح مطلع الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء على أبعد تقدير، أي عشية انطلاق أول جولة من المفاوضات غير المباشرة في الناقورة برعاية أممية وسطة أمريكية في 14 تشرين الأول، والتي سيشارك فيها ديفيد شنكر الذي يرتقب وصوله إلى بيروت يوم 13 تشرين. التعديلات على الوفد المفاوض واردة تشير مصادر الأو تي في، وذلك بالنظر إلى مستوى الوفد الإسرائيلي، خصوصا بعد أسئلة بدأت تطرح ما إذا كان العدو الإسرائيلي يفخخ مفاوضات الترسيم في محاولة لجر لبنان إلى أبعاد أخرى تتخذ منح التطبيع. وهنا تشدد مصادر رفيعة للأو تي في على أن لبنان يخوض مفاوضات ترسيم حدوده البحرية وتثبيت البرية بالتوازي برعاية أممية في مقر اليونيفيل في الناقورة وبوساطة أمريكية، أي أنها مفاوضات غير مباشرة، والأهم أنها مفاوضات تقنية بحتة متعلقة بتثبيت لبنان لحقوقه براً والتفاوض لترسيم حدوده بحراً وحماية حقوقه من النفط والغاز في مياهه الإقليمية. وتشير معلومات الأو تي في إلى أن الأمم المتحدة تقوم باتصالاتها للوصول إلى نوع من التناغم بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي على صعيد المستويات والصفات، خصوصاً أن الوفد اللبناني تقني بامتياز، نافية أن يعطي حضور شنكر للاجتماع الأول أي أبعاد غير تقنية، وبالتالي سيكون اعتماد مستويات في الوفود المفاوضة متفق عليها مع الجهة الراعية أي الأمم المتحدة. وتضيف معلومات أخرى أيضاً أن لبنان أرسل أسئلة إلى الوسيط الأمريكي وهو ينتظر أجوبة عليها حول ضم الإسرائيليين لمستشار نتنياهو الدبلوماسي والمسؤول في الخارجية الإسرائيلية. وتجزم مصادر رفيعة للأو تي في بالقول إن أي مستوى للوفود لا يبدل شيئاً في نظرة لبنان إلى المفاوضات والتمسك بها تقنية بحتة لترسيم الحدود. ونقطة على السطر. نواب بيروت يكرمون شهداء الواجب في ذكرى 13 تشرين ويضعون كليل الورد على نصب الجندي المجهول في المتحف. في ذكرى 13 تشرين، نواب بيروت في دكتور لبنان القوي يكرمون شهداء الواجب، إذ وضع كل من النواب إدغار ترابولسي ونقول الصحناوي والعميد أنطوان بانو إكليل ورد على نصب الجندي المجهول في المتحف. فتعددت الكلمات حول التضحيات العسكريين والشهداء في معركة الكرامة دفاعاً عن حرية لبنان واستقلاله التي أثمرت بتحرير لبنان كنتيجة لجهود الوطنيين وخاصة تضحيات المناضلين في مدرسة الرئيس العماد ميشيل عون. في 13 تشرين كان في يوم حزين، ولكن هو كان المحفز لنضال قوي أوصلنا إلى ما نحن عليه، ولكن اليوم نتذكر 13 تشرين وإيدنا على قلبنا إذ نخاف أنه بعض الداخل يتآمر مع الخارج لضرب لبنان مجددا بلعبة الأمم، فحذاري أنه ينضرب لبنان والدولة اللبنانية والشعب اللبناني والإنسان في لبنان. نقف هنا اليوم لنكرم شهدائنا الأبطال، وبنفس الوقت لنعاهد الله والضمير وفخامة العماد، فخامة الرئيس العماد ميشيل عون وشعبنا وعائلات الشهداء، أنه نحن مع الوطنيين الشرفاء حريصين على صون وحدة لبنان وحدوده وثرواته وسيادته وكرامته واستقلاله. الإشكالية والمصيبة إنه عم نرجع منعيش اليوم نفس المراحل اللي عشناها بهذاك الوقت، وهن ذاتهم المتآمرين كانوا علينا لا يزالوا هلأ عم يتآمروا بنفس المؤامرة. بس بدعيهم يفكروا منيح وين انتهوا، ما يجربوا ينتهوا مثل ما انتهوا مرة الماضية، يأمنوا بفخامة الرئيس الجمهورية إنه هو اللي كل حياته ناضل لبناء دولة مؤسسات، ونحن تبعناه لأنه هو بده يبني مؤسسات وبده يبني هالدولة. بتأمل من الكل يوعوا على هالموضوع هذا
وما يروحوا رخاص. إذا وقتها كان في يقول واحد إنه كل دول العالم متأمرة، اليوم أكيد مش كل دول العالم متأمرة جزء منها، فحتماً إذا وقتها ما قدروا هزمونا هالمرة ما بيقدروا يهزمونا، فخلوا الإيمان قوي، ومثل ما انتصرنا من بعد 13 تشرين إن شاء الله النصر بيكون على الموعد قريباً. تكريم شهداء الواجب في ذكرى 13 تشرين شارك فيه كل من نائب رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم ورئيس جمعية تجار بدارو الدكتور جورج براكس وهيئات ومجالس أقضية التيار الوطني الحر في مدينة بيروت. وبالتزامن مع المفاوضات المستمرة في روسيا من أجل ترسيخ الهدنة على أرض أرتساخ، وقفة تضامنية في برج حمود، تفاصيلها مع الزميل جورج عبود. مساء الخير جورج، يبدو أن الوقفة حاشدة، كل المشهد وتفاصيله معك، تفضل. مساء الخير ريتا. يعني مثل ما ذكرت، الشعب الأرمني بلبنان عم يتضامن مع إخواته بأرتساخ لهيدي الغاية، عم بنظموا وقفة تضامنية بدعوة من حزب التشناك ببرج حمود. يعني في تأكيد جديد من قبل الشعب الأرمني بالتعلق بأرض الجدود، بالتعلق يعني بأرض الجذور، وبالتالي هن عم يرفضوا الأعمال الحربية اللي عم بتصير على أرتساخ، وبالتالي عم بيعلوا الصوت مجددا من لبنان رفضا للأعمال القتالية اللي عم بتصير. إلى جانب يعني نائب بيروت الأول من حزب التشناك ألكسندر ماتوسيان وعضو أيضا تكتل لبنان القوي، يعني اليوم شو الرسالة اللي حبيته كأرمن بلبنان توصلوها لإخواتكم بأرتساخ؟ بونسوار أول شيء، وبشكر الأو تي في إنه هالتغطية. نحن رسالة اللي عنا إياها بدنا نقول إنه الأرمن وين ما كان بالعالم، بس يكون في شيء خاصه بأرمينيا بيتضامنوا، يعني ما بيتأخروا ولا دقيقة. مثل ما نحن بالنسبة لنا أرمينيا بلدنا الأم، لبنان كمان نعتبره بلد، كمان بلدنا الأم، كمان نتضمن كرمال لبنان على حي الله صعيد. نعم، ما في فرق بيناتهم. وأنا بسأل اليوم المجتمع الدولي وحقوق الإنسان يلي طول عمرهم بيحكوا بالحقوق الإنسان وإنه هن مع الـ مع الـ مع الشعب، وين هن اليوم اللي ما عم نسمع صوتهم بهالمجزرة اللي عم بتصير بأرمينيا؟ اليوم بدعوة روسية رح نشهد على لقاء من أجل الهدنة بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان. بالوقت ذاته يعني في تصعيد من قبل أذربيجان وهن أعلنوا التمسك بأرتساخ، كيف بتشوفوا هيدا الموقف؟ أنا أول شيء بدي أقول أنه المعروفين أنه الشعب الأرمني هي أول دولة مسيحية، والمسيحية شعب مسامح وشعب بحب الحياة. سو نحن مع المفاوضات اكيد، ومع ان روسيا تفوت بهالمفاوضات، وهن اذا متمسكين هيدي يعني بيكونوا هن عم بيخسروا خساره كبيره، لانه طالما في، انا برايي ارمني واحد بيبقى بهالعالم راح يضل لحتى نحارب، حتى نقول انه هيدا الارض ارضنا وما حدا فيه يخدم منا. اليوم في شباب لبنانية من أصول أرمنية غادرت من لبنان على أرمينيا تدافع عن أرضها أيضا مع إخواتها هناك، شو فيك تطمنا عنهم؟ أنا بطمنكم إنه إحنا بعتولنا فيديوهات، إنه أول شيء مبسوطين إنه عم بيعملوا إنجازات، وهيدي بالنسبة لهم يعني فخر ونشان على 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 صدورهم، ونحن بنتمنى لهم إنه يرجعوا بخير وسلامة. رح يكون بعد في وقفات أخرى مع الأيام اللي جاية مواكبة يعني للمفاوضات اللي رح تصير؟ طالما إذا كانوا المفاوضات رح يكونوا سلبية، أكيد رح نكون نحن نتابع هذا الموضوع ورح نشد ورح نضغط قد ما فينا إنه يصير في سلم. شكراً. ريتا، يعني المهرجان رح ينطلق والوقفة التضامنية رح تنطلق يعني خلال دقائق، رح يكون في كلمة أيضا للأمين العام لحزب التشناك النائب أكوب باكرادونيون، أكيد نحن رح نستمع لها بعد قليل. ريتا، المعلومات. معيشياً، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يشدد على أن سياسة رفع الدعم ستؤدي إلى كارثة وانفلات بالشارع. الأسمر أكد خلال مؤتمر صحفي عدم السكوت لأن الهم المعيشي يطغى على كل شيء، داعياً إلى تحركات في الشارع. نحن عندنا التحرك الأسبوع المقبل
الإخوان بهيئة التنسيق هلأ بيعلنوا موقفهم، إنما بقدر أقول إنه الموقف جامع باتجاه الوقوف صفاً واحداً أمام هذا الصلب وهذه التعديات وهذا الأسلوب السيء والسياسات المالية الخاطئة التي أوصلت اللبنانيين والشعب اللبناني إلى هذا الدرك الخطير من الانحدار. كورونا والأوضاع الاقتصادية تدفع بالمحلات التجارية إلى الإقفال، لكن ماذا عن التجارة عن بعد؟ التفاصيل في تقرير للزميلة جينيفر مزرعاني. المحال التجارية في مأزق والتحديات مستمرة. بين الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية، المحلات التجارية تغلق أبوابها، أبواب رزقها. اللي كان الزبون يجي مثلا كل شهر ياخذ قطعة، صار عم يجي كل 3-4 أشهر ليجي ياخذ قطعة، يعني قد ما في عم بيوفر صار الواحد ليقدر يعيش وياكل وهيك. يعني احنا بنقبض على 1005 دولار وبنشتري على 8000 9000. مثل ما انك شايفة هي مسكرين وقاعدين. أكيد بدها تخاف لما أنت بتعرفي إنه هاي المنطقة محجورة، يعني فيها كورونا، بتفوت عليها؟ ما حتفوت عليها، فأكيد خفي. عالم يعني ما في عندها معاشات عالية ومش عم بيقبضوا أصلاً بالدولار لحتى يجوا يشتروا، نحن عنا إنه كل شيء غلى، كل شيء، يعني البضاعة اللي عم نعملها على الدولار كمان. من التسكير إلى الحجر فالعزل، المحلات التجارية تعاني وتدفع الثمن. في ظل انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن، باتت المحلات مصدر خسارة لا مصدر ربح. اليوم نحن بنعرف من وراء الأزمة الحالية يعني في عنا تراجع كتير كبير بالقدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي هذا الأمر بيعرفون إنه الطلب ما راح يكون مثل الأول. عندهم شيء بيسموه الإكزيت استراتيجي، يلي هي استراتيجية للخروج من السوق باللحظة المناسبة قبل ما تبلش تتراكم الخسائر. في منهم هاو الشركات بيحولوا للأونلاين، يعني بيقول لك أنا بدي خفف القدرة أو بالأحرى الكلفة التشغيلية لإلي، وبالتالي بحول للأونلاين، هيك بصرفوا موظفين وبضلني موجود بالسوق. بالمطلق إذا كان في حركة نحو الأونلاين وبالتالي الدفع أونلاين، نحن بنعتقد ممكن يكون في عندي نوع من أنواع التشغيل أو التفعيل للمكنة الاقتصادية. الأونلاين بات الحل الأنسب بالنسبة للعديد من المحلات والزبائن. من جهة يوفر التاجر دفع الأجار الشهري وأجور الموظفين وكلفة الكهرباء، ومن جهة أخرى يستفيد المستهلك من شراء البضاعة بسعر أرخص، وذلك بسبب انخفاض الكلفة التشغيلية لصاحب المحل. قطعت بالجامعة، قررت أنه أفتح وومنز أونلاين شوب، وهيك بصير التواصل أسهل مع الزبونات، وبتعرفي هلأ كله غلا، فالوضع ما بيسمح لي أنه استأجر محل، عندي أجار موظفين، كهرباء، موتر، فهيدي وسيلة أسهل دايركتلي لحتى أوصل للكلاينتس ويصير التواصل معهم. نحن بنتعامل مع المعامل والمصانع اللبنانية لحتى نشجع الصناعة الوطنية كأونلاين. صراحة ما فيها كلفة، فيها بس كلفة أنه البضاعة. التوجه إلى التجارة عن بعد نموذج لا ينطبق فقط في لبنان. في ظل التداعيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، تستعد شركة إنديتكس الإسبانية للملابس، وهي تتضمن سلسلة محلات زارا وبرشكا، إلى ضخ استثمارات بقيمة 2.7 مليار يورو بهدف التوسع بخدمات التجارة الإلكترونية. وبهذا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا عبر فيسبوك، تويتر وموقع otv.com.lb.